اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة خليها سمك النهاردة. بس لما نقول خليها سمك هيكون طبعا معانا النهاردة تشكيلة من الصيد والرزقة الواسعة. معانا سمكة كبيرة وزنها بيعمل تقريبا 7 كيلو وهي سليمة، بننضفها بتخس تقريبا من كيلو لربع لكيلو حسب بطن السمكة والمرعى بتاعتها. معانا سمكية كبيرة قشر بياض لطيفة، فصيلة القاروص، فصيلة اللوت، دي مسميات. ولكن أنا ليا هدف في القصة إن أنا عايز أعمل من السمكة الكبيرة دي كذا حاجة كأنها خروف ضاني. هنطلع طبق شوربة، ممكن نطلع منها كفتة، ممكن نطلع مشوي زيت وليمون، ممكن نعمل منها كبسة، ممكن نعملها برياني حسب ما احنا حابين. أنا عايز أعمل النهاردة طبق شوربة السمك، هنشوف نعملها إزاي، وهنعمل منها سمك مشوي بالزبدة والليمون على طريقة الخاصة، هتعجب حضراتكم إن شاء الله. معانا شوية قشريات ورخويات وجندفلي، جمبري، كابوريا، كاليماري. هعمل طبق رز بالسي فود، أكيد هيكون له طعم تاني. التركية اللطيفة بتاعت الشيف المغازي، هنشوف نعمل إزاي الرز المصري بالسي فود. يتعمل بسماتي يا شيف يتعمل، بس لما تعمل رز مصري هيكون بالتأكيد أحلى لأنه غني بالنشويات ويبقى لطيف وجميل. اعمل لنا يا عم الشيف طبق الشوربة بتاعنا الحلو اللي أنت سايبه للآخر، إحنا مع بعض، ده خلص معايا. هي تركية صغيرة دلوقتي وإحنا واقفين مع بعض. طاسة على النار. معانا وقت قد إيه يا أستاذة رحاب؟ مخرجنا الجميل. طبق الشوربة إزاي نطلع بيه في دقائق؟ زي الفل، أنا عايز دقيقتين بس. حل على النار. طبق الشوربة اللي إحنا مستنيينه. حل على النار. الله أكبر. حلو أوي، تعالى. ونصفي الشوربة بتاعتنا. زي ما هي كده. المصفى دي فيها من خيرات البحر، راس السمكة وديل السمكة. خليها هنا كده دقيقة. حلو. انا عايزك زي ما انا شغال كده في المطبخ تتعامل زي، وناخد كل اللي في الكسرولة دي يا عم الشيف نفضيه هنا. بص عليه كده، بص عليه. الله يا ويلي، دي انا عايز اخدها كده واجري دلوقتي وامسك فصوص اللحم اللي في قلب السمكة دي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ كرفس، بصل، ثوم، بهارات، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ يود. هنخليها هنا. نصفي الشوربه بتاعتنا دي كده هنا. اللهم صل على النبي. في مصفى ناعمه جدا. عشان الحسك وعشان الشوك. عايزك تعمل الشوربه دي زي ما انا عملت كده، ما تحطلهاش نشا ولا اي حاجه، خليها كده بطبيعتها صدقيني بجد. الله الله عليك. شيل ده من هنا يا عم الشيف. خلصت الشوربه دي، شوربه سي فود لطيفه وسهله. هتاخد الكرفس دلوقتي في الاخر وسنه الشبت الصغيره. فيها بصل؟ فيها توم؟ فيها طعم؟ اللهم صل على النبي. وادي الشبت، وادي الكزبره الخضراء في قلبها كده. عندك حته جنزبيل فريش طازه، ده الموسم بتاعه، قطعيها في قلبها هتدعي لي. حلو. عايزاها سبايسي، تحطي دول في قلبها. اللهم صل على النبي. خلصت الشوربة كمان معانا، تعالوا نغرفها مع بعض سريعا. بص على الشوربة، بص على الحلاوة، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. شوربة السي فود او السوري، شوربة السمك على طريقة الشيف. للأمانة هي عايزة حاجة دلوقتي. ايه هي يا عم الشيف؟ عايزة ان انا ربنا يدينا صبر كده ونمسك اللحم اللي لنا ده كده. الله، وانت ونصيبك بقى يا عم الشيف. شفت الفص ده؟ بص بص على الحلاوة، بص على ده، ده فين يا فاروق؟ ده فين؟ هنا يا ويلي. بص على الحلاوة، ده فين؟ ده فين؟ دي الراس، دي الراس. بص بص على الحلاوة اهو هنا. تاني. بص على الحلاوة دي بقى اللي جاية دي، بص على الحلاوة دي كده، بص على البطروخ ده كده هنا.
وهي بتغلي كده. عرفنا ازاي نطلع من راس السمكه احلى طبق شوربه واعظم طبق شوربه. اشيل الحسك ده كده. بص دي مشكله دي، خلي بالك. حلو. احنا بس بنعلم حضراتكم ازاي المطبخ بساطه سهوله مرونه. شفت حته اللحمه دي؟ شفت حته اللحمه دي؟ في قلب الشوربه. الف هنا وشفها. اوعى تحط نشا ولا دي، الله يرضى عليك ازعل منك، والله العظيم ازعل قوي. خلي بالك لا نشا ولا دي في الشوربه دي خالص. شفتي ده هنا. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ خير والله، خير في قلب السمكه ده، طلعت كيلو لحم. بص كل مضرب ايدي مرزق. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب. كل بص والله كل ما احط ايدي فيه. بص شوف، بص على ده كده استاذ المصورين حبايبي. على بقك اهي. هو ده اكسر دي كده، هو ده اهي. شفت اهو؟ يا ويلي يا ويلي على البطروخ ده. شفت ايديا بتنزل سمكه اهي. بص على الحلاوه دي كمان، بص على الحلاوه دي اهي. يا ويلي. قلبيها الف هنا وشفا. سخنه خلي بالك اهي، ادي الشوربه كرفس فيها، شبت فيها، الف هنا وشفا. في لحم والله، انا معانا وقت، معانا وقت تاخد اللحم ده كله. حرام، انا حرام اسيبه والله للامانه. الديل. بتدور على الديل. كله لحم اهو، ده من ديل السمك. اوعى ترمي ديل السمك، الله يرضى عليك. الف انا وشفا. كل مضرب ايدي يطلع لي لحم. انا بنعلمك حاجه مهمه جدا. يبقى جوزك هنا طالع يصطاد، عارف ان في ست بيت في البيت وفي ست عظيمه هتاخد السمكه دي تفصصها. مش بيقول لك الواد ده مفصص السمكه؟ يعني فاهم كل حاجه. اللحمه اطمئن قلبه، يقول لك انا عليا اصطاد والمدام تدلعني بقى في البيت بالايه، بالطعم. اتعلمت من الشيف المغازي. والله العظيم. عيني. ما بتاع السمكه ده. والله. فين العظم؟ خلاص خلصت. لسه اديني وقتي بس. كل لحمة. ده كلها فيها، ده مش هيطلع غير كده خلي بالك. بالطريقه اللي انا اشتغلت بيها دي، عشان بس ايه ما يبقاش فيه افتكاسات وفلاسفه كتير، فلاسفه كتير زي ما بيقولوا. بالطريقه اللي انا اشتغلت بيها، بوكي جارنيه في الحله، تغلي الحله، ناخد راس السمكه في البدايه خالص من اول الحلقه، حطيناها في الحله، خدنا ديل السمكه. شفت الفص ده راكب فين هنا؟ بص اهو، شفت؟ هنا. ده بص عليه. يا ويلي. بس تعالوا مع بعض نغرفها بقى. الف انا وشفا، انا حاطط فيها كرفس وشبت، ده مهم جدا، طريقه الغرف مهمه. الله، الطبق الحلو ده كده هنا تستاهل تبقى في القمه. الله، ناخد الشوربه بتاعتنا عينيه زي الفل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ يلا دلعني يا فاروق، دلعني بالله عليك، تستاهل ولا ما تستاهلش؟ كل ده لحمه يا شيف، طلع منين اللحم ده؟ مرزق في البحر ومرزق في المطبخ. يلا يا ويلي يا ويلي، كل ده لحم. تعال نغرف الرز بتاعنا عشان وقتنا خلص وعدى بسرعه مش عارف ليه. طبق رز بالسي فود لطيف وجميل، يستاهل يكون طبق كبير زي ده كده. الله، السوق يا عم الشيف. ده يستاهل فين؟ هنا. طبق رز بالسي فود فيه القشريات، فيه الرخويات، خد وقته في السوى زي الفل، ده مهم جدا. نبص عليه كده حبايبي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شوف الشيف هيعمل ايه هنا بقى، التركايه دي كده. وانت معايا، وانت معايا بالله عليك، دي مهمه جدا، وانت معايا. يا ويلي، هو ده بس خلاص. نغرف الرز بتاعنا الجميل الحلو. الله، الف انا وشفا، الف انا وشفا.
كابوريا تلاقي، جمبري تلاقي، جندفلي تلاقي، شريات تلاقي. حلقتنا النهارده فيها شويه شغل، فيها تفاصيل مع حضراتكم، ما سبتش حاجه الا ما اتكلمت عنها، من اول ما اصطادنا السمكه الحلوه وربنا كرمنا لغايه لما خدناها وفصصناها من الراس للديل، عملنا طبق شوربه جامد جدا، عملنا سمك مشوي بالزبده والليمون وشفنا الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض، عملنا طبق رز والسمكه كمان شاركت في طعم الطبق الرز بالشوربه بتاعتها. يعني نقول مع بعض كده مطبخنا حتى لو كان سمك بالتاكيد في رؤيه، في فن، في ابداع. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ الله اكبر. طبعا اكيد شور بكل لغات العالم من ماس بيرو. We'll be right back.